بسم الله الرحمن الرحيم. الدوري الانجليزي الممتاز النهارده كان فيه مباراتين بين شيفيلد وولفرهامبتون ونادي تشيلسي ونادي برايتون، والمباراتين انتهوا 3-1 لتشيلسي و2-0 لولفرهامبتون النهارده. طبعا نقطة حابب اتكلم فيهم ان تشيلسي بعد الصرف ده كله مش قادر تجيب حارس افضل من كيبا، لان كيبا نقطة ضعف كبيرة جدا. قبل كده اتكلمت عن كيبا وقلت كيبا في مشكلة محدش واخد باله منها، كب اي شوطه من بره المنطقه تيجي في جول. الحارس الكبير والحارس اللي بيفرق مع فرقته اللي بيطلع الحاجات اللي زي دي، يعني ايه حارس تتشاط عليه اي شوطه من بره المنطقه تيجي في جول؟ هستثني له حته كره اجويرو في ماتش السته كانت صعبه عليه، كره صلاح كانت تتصد عادي نص الجون اصلا. ستوريدج عملها فيه نفس الشيء نص الجون ما صدهاش. ماتشات كتير جدا الحارس ده بتشط عليه اي شوطه من بره المنطقه تيجي جون. يعني مش عايز اعد واقول، ولكن هي لو اي حد دخل على اليوتيوب شاف الاهداف اللي بتدخل في مرمى نادي تشيلسي السنه اللي فاتت هتلاقي ان كل تسديده من بره المنطقه بتخش بالحارس ده جون. وعايز اشيد برضه برد فعله في الكور اللي هي في منطقه الجزاء، يعني رد فعله عالي جدا في الكور اللي في الست يارده، ولكن الشوط اللي من بره ضعيف فيها جدا وسيء فيها جدا. يا ريت يطور نفسه يا اما تشيلسي يجيب حارس، لان تشيلسي بالمنظر ده مش هينافس بعد الصفقات اللي جابها دي كلها. طبعا كان في مباراة في الدوري المصري النهارده أسوان قدرت تغلب طنطا 4، وأيمن الميزان بيستقيل تاني، ومعللا السبب إن هو يعني الطلبات اللي هو اتقالت له هتتنفذ ما تنفذتش ومفيش حاجة اتعملت. وكان في مباراة أخرى النهارده المصري قدر يكسب الحدود 2-1. طبعا الدوري المصري مشتعل جدا، الدوري فاضل نقطة الأهلي ويحسم الدوري، الدوري الزمالك بيبعد في المركز الثاني عن بيراميدز وعن المقاولين. بنتمنى إن الصراع يفضل مستمر لحد الآخر عشان نزود متعة الدوري، وصراع الهبوط اقترب على الحسم. يعني طنطا خلاص FC مصر بيحاول إن هو يبعد ويهرب، ولكن يبقى الفريق الثالث اللي هينزل معاهم محدش عارف لحد الآن هو مين، ولكن إن شاء الله الأيام هتثبت. في الفترة اللي جاية هتبدأ تحدد ملامح الفريق التالت اللي هينزل معاهم. بس كده، وطبعا لو أول مرة تزورنا في القناة تشترك في القناة وفعل زر الجرس يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.